معكم وفاء من مجوهرات فاسيل. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا، واليوم بغيت نقترح عليكم هذا لونسومبل وكنتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. فيه لا شين بوندونتيف، لي بوكل، لا باك، والغورمات ديالو شي حاجه لي خفيفه وديال ديما. دابا غادي نشوفوا كل حاجه عن قرب باش تبان لينا مزيان. بالنسبه لاباك كتجي على هذا الشكل، هذا فيها قليب هنايا سامبل وقليب فيه حجيرات هنا بيان سيرسي، كيجي على هذا الشكل. هذا اللور ديالو هكا والداخل ديالو كنتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. ودابا غادي نشوفوا لا شين بوندونتيف. بالنسبه لا شين بوندونتيف على هذا الشكل، هذا نفس الديزاين اللي كاين في لاباك، حتى هي قليب سامبل وقليب فيه حجيرات بيان سيرسي، من اللوك ديالو على هذا الشكل. هذا كنتمنى يكون واضح لكم. بالنسبه لاشين هي ديال نيلو، رقيقه كيف كتبان في الفيديو، رقيقه ولكن الصح والعمل ما كنخافوش منها نهائيا. ودابا غادي نشوفوا لابوكل كيفاش كتبان. بالنسبه لي بوكل ديال لونسومبل على هذا الشكل، هذا القدام ديالهم على هذا الشكل، هذا وفيهم سداده ديال العمود هكا كيفاش كتسد. كنتمنى الارتيكل اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ودابا غادي نشوفوا الكورميت. بالنسبه للكورميت على هذا الشكل، هذا كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم. هي حتى هي فيها جوج قليبات وفيها هنا حجيرات، يعني ما فيش هذا الحجر بزاف، بيان سيغتي يعني مدفونين. بالنسبه للكورميت هي رقيقه عين في عين، ولكن صح العمل هذه اصح يعني سلسله، وكتجي في الايد شي حاجه غزاله. دابا غادي نجرب لكم غير بالنسبه للكورميت كيفاش كتجي على هذا الشكل هذا، ولا باك حتى هي كتجي هكا كيجيو على هذا الشكل هذا. فيها لا شين بوندونتيف وفيها لي بوكل. كنتمنى الارتيكل اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، واللي بغى اي حاجه يتواصل معايا في النيميرو ديالي، اتلقاوها تحت لا فيديو ولا فوق لا فيديو، ومرحبا بكم.